هذه ميزة عجيبة على تلفونات البيكسل 8 والبيكسل 8 برو. يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بوعريكي. بداية هذا الفيديو أكيد لا تنسون إخوانا وأحبابنا من دعاكم الصالحة، أسأل الله يفك عوقهم ويثبتهم وينصرهم ويرحم شهداهم، اللهم آمين. أقل شيء إحنا نقدر نسويه إن إحنا ندعي لهم. مع البيكسل 8 والبيكسل 8 برو لما تضغط ضغطة مطولة وتروح حق الوال بيبرز راح يكون عندك أنت خيار جديد، أنت يا الاي اي وال بيبرز. هذا يا محفوظين السلامة راح يعتمد لك على البرومبتس اللي أنت تحطهم ويعطيك وال بيبر بناء على هذا الشيء. فخلينا نقول على سبيل المثال أنت هني بلشت بنايت، يقول لك ابستراكت انديجو بيتش، تقدر تغير انديجو حق لون ثاني، خلينا نحطه مثلا جولد وذ فلاورز، خليه يكون ايس، كرييت وال بيبر. فالحين يسوي لك خلفية تكون خاصة فيك مو متكررة عند أي أحد ثاني بهذه السهولة، ويعتمد لك طبعا على الذكاء الاصطناعي مال بارد اللي راح يكون بيلت ان علشان يقدر يعطيك هذه الإمكانية ويعطيك خيارات بناء على البرومبت اللي أنت تو أعطيته إياه ويكون بهذا الشكل. وطبعا راح تقدر تختار أي شيء ثاني، فخلينا نقول هنا مثلا عندنا اكس راي بدل يكون بي خلينا نقول ليف، وان مارون نبي لون الأزرق، كرييت وال بيبر مرة ثانية الحين راح يسوي لنا اكس راي ليف ان بلو بناء على البرومبتس اللي أنا أعطيته الجهاز، ويطلع لك إياها على طول، ومرة ثانية يعطيك خيارات مختلفة تختار اللي عاجبتك، تضغط اوكي، سيت وال بيبر، هوم اند لوك سكرين، خلصنا. كان الله غفورا رحيما. حركة حلوة علشان تقدر تغير الوال بيبر مالك بشكل سريع بدون لا تعتمد انت على انك تطلع برا وتروح حق ميد جورني مثلا، او تروح حق جوجل بارد، او حتى تشات جي بي تي علشان تطلع خلفية تكون خاصة فيك. اتمنى انها هي تنتقل مع جوجل وال بيبرز كتطبيق حق تليفونات ثانية والكل يستفيد منها. شاركني رايك تحت، ايش رايك فيها؟ واذا كنت تعرف هذه الميزة ولا لا؟ واتوقع بس، سامحوني على طال الكسور، سلامتكم تعيشون، احمد بوعريكي. فما الله الكريم.